عمل ابن آدم يضاعف. من يضاعفه؟ الله سبحانه وتعالى. أنت كتعمل حسنة واحدة، مثلا أنفقت درهم واحد في سبيل الله وأخلصت نيتك فيه لله، نية ديال خلصة لله، درهم واحد أعطيتي في سبيل الله، كم يعطيك الله عليه؟ شحال كيعطيك الله عليه؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، على حسب الإخلاص ديالك. إذا تصدقتي بدرهم عندك 10 ديال الدراهم كحسبها لك الله، ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا صليتي الله سبحانه وتعالى كيعطيك الأجر ديالك مع الجماعة 27 درجة أو 25 درجة على اختلاف في مفهوم الدرجة ما معناه. 27 درجة كيعطيها لك الله، 27 تضاعف كيعطيك الله الأجر ديال 50 صلاة. إذا صليتي شحال ديال الصلوات؟ 5 في النهار، شحال كيعطيك الأجر ديالها؟ 5 ديال الصلوات. أنت صليتي صباح واحد مع الجماعة الفجر، صليتي مع الجماعة، شحال كيعطيك الله؟ صليتي 10 ديال الصبوحة، وانت شحال صليتي؟ صباح واحد. الظهور صليتي ظهور وحدة مع الجماعة، شحال كيكتب الله؟ 10 ديال. إذن في النهار كامل ما بين الصباح والظهور والعصر والمغرب والعشاء، شحال كتجمع ديال الصلوات؟ 50 صلاة. هذا فضل من الله ولا ماشي فضل من الله؟ إلا درنا حنا أنا صليتهم كاملين مع الجماعة، الصباح والظهور والعصر والمغرب والعشاء مع الجماعة، 27 درجة لكل صلاة، وضرب أنت 27 في 50، هذا فضل من عند سيد ربي ولا ماشي فضل؟ كنعرفوا هادشي، ولكن اري نشوفوه في الصيام واش كاين هادشي ولا ما كايناش. كيقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن ادم يضاعف، الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره الا الصوم. شنو الجزاء ديالو؟ قال: فانه لي وانا اجزي به. الله اكبر، لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. حتى هذاك الملك اللي على اليمين اللي كيكتب الحسنات ما عندوش علم شحال غادي يكتب لك على الصيام ديالك، ما عندوش. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خص به نفسه، حتى واحد ما يطلع عليه. وهذا الشيء هذا إذا كان بهذا الأمر هذا، احنا خصنا نعظموا هذا الصيام ولا ما خصناش نعظموه؟ خصنا نعظموا الصيام، ولكن باش غادي نعظموا الصيام؟ خصنا نصوموا حقيقة. وشنو هو الصيام الحقيقي؟ ماشي هو الصيام اللي كيظنوا البعض، غادي نمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس، نقيل بالجوع النهار كامل ونقيل بالعطش النهار كامل، يعني والانسان ما يجمعش يعني الزوجه ديالو النهار كامل، ولكن يتكلم في اعراض الناس، كيكذب على الناس وكيغش على الناس ويسرق ديال الناس ويظلم الناس ويتعدى على الناس. هذا صام في نظركم ولا ما صامش؟ ها صام ولا لا الحاج؟ ايه مشكله هذه. اذا الصيام ماشي هو اللي كيظنوا البعض. شحال دابا ديال الناس انا صايم، اجبر باه ويماه كيصوموا في شهر ديال رمضان حتى هو صايم، ولما تسولو كيقول لك الله سبحانه وتعالى امرنا بالصيام، هي انا صايم، ولكن اجي فلان علاش كتكذب؟ والكاذب ما عندوش علاقه بالصيام، الصيام شيء والكاذب شيء اخر. اجي فلان علاش كتكلم في اعراض الناس؟ علاش كتغتاب الناس؟ علاش فيك النميمه؟ والنميمة شيء والصيام شيء آخر. ما لا، كيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. اللي ما غاديش يترك هذه المنكرات والفواحش في رمضان بلا ما يصوم، علاش غضرب تمرة؟ علاش؟ إذن هذا هو الصيام الحقيقي، أن يصوم سمعك وأن يصوم بصرك وأن تصوم يدك وأن تصوم رجلك وأن تصوم بطنك وأن تصوم جوارحك كلها لله. نسمع إلا ما يرضي الله، نقول إلا ما يرضي الله، نشوف إلا ما يرضي الله، نهز إلا ما يرضي الله، القدم ديالي تمشي للمكان الذي يرضي الله عز وجل، غير ذلك فلا. هذا صايم، وهذا كيدخل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولكن اللي ما درش هذا راه ما ربحش الأجر وما داش الفضل ديال الصيام شهر رمضان،
ولهذا حنا كنلقاو شحال ديال الناس الاخوان ديالنا الله يهدينا ويهديهم للصراط المستقيم لما كيخرج رمضان كتلقى الحاله ديالو كما كانت قبل رمضان هي الحاله ديالو بعد رمضان. علاش في نظركم؟ علاش من المفروض انه في رمضان يتغير ولا لا؟ ولكن هو ما تغيرش في رمضان. نعم هي علاش؟ لانه ما نظرش الصيام بهذا المنظور هذا. ما اعتقدش الصيام وهذا هو شنو اعتقد؟ ها ما ناكل شي وما نشرب شي وما نجامع شي وندير ما بغيت. لا سي ما دير شي ما بغيت، هذا راه الدين سيد ربي والله سبحانه وتعالى يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل. هذيك الفهمه ديالي اللي كنعرفها خاويه نخليها، ولكن الدين تعامل معاه. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. اذا حنا الشهر ديال رمضان خصنا نستفدوا منه ونستفدوا فيه ونتعلموا فيه. شوف الصيام الانسان اللي كيصوم كتحقق فيه انواع الصبر الثلاثه كامله. شنو هي انواع الصبر؟ لان الصبر انواع. شنو هو؟ صبر على الطاعه، وصبر عن المعصيه، وصبر عن قضاء الله وقدره. اذا شحال هي الانواع ديال الصبر؟ ثلاثه، عاودوها معايا الله يجزكم بخير. صبر على الطاعه، وصبر عن المعصيه، وصبر عن قضاء الله وقدره. هذه الانواع الثلاثه. شي هذه الانواع ديال الثلاثه تتحقق في الصيام. لما كنصوموا كتحقق فينا. قل لي كيفاش يعني صبر على الطاعه في رمضان وصبر على المعصيه وصبر على قضاء الله؟ شكون اللي امرنا بالصيام؟ هدار الله سبحانه وتعالى. اش كيقول الله؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. اذا الله هو الذي فرض علينا الصيام، فانت حينما تصوم تصوم امتثالا لله، مخلصا نيتك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكتبيت النيه ديالك في الليل، يا ربي انا غادي نويت انني غادي نصوم يعني هذا اليوم او هذا الشهر هذا كامل، نويت غادي نصوم لوجهك الكريم لانك فرضت عليا صيام شهر رمضان. النيه باطنه ما كننطقوش بها، النيه ما كنجهروش بها. لما كنجي نتوضا ما كنقولش انا نويت غادي نتوضا، ولما نجي نصلي ما كنقولش بسم الله انا نويت غادي نصلي. لا، النيه المحل ديالها فين هو؟ هو القلب. ولا يجهر بها الا موسوس، الا الانسان اللي فيه الوسواس هو اللي كيجهر بها. تا كيستقبل القبله بسم الله اللهم انني نويت انني ساصلي الظهر، بسم الله اللهم انني نويت ان اصلي العصر. لا لا، النيه المحل ديال القلب. انت لما توضيتي علاش توضيتي؟ بتصلي. لما انت جيتي للمسجد وادى الاذان ديال صلاه العصر ولا ديال الظهر ولا المغرب ولا العشاء، وقفتي بين يدي الله عز وجل مستقبله القبله، علاش؟ تريد الصلاه. اذا كتنوي انت في الداخل ديالك انني غادي نصلي صلاه العصر داخليا. علاش؟ لان بالنيه كنفرقوا بين العبادات والعادات، وبالنيه كنفرقوا بين انواع العبادات. بحالاش؟ مثلا الانسان اصبح صائما بنيه التقرب الى الله عز وجل، صام النيه ديالاش التقرب الى الله. الاخر تهوى صام من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ولكن علاش؟ قال لك سيدي قالوا الصيام فيه يعني فيه الصحه، الصيام علاج طبي. اذا هادو بحال بعضياتهم ولا مش بحال بعضياتهم؟ هما نفس الصيام ولا لا؟ نفس الصيام. مثلا جاء الانسان يعني يغتسل، هذا اغتسل نظرا للحراره واثرت فيه بغى يغتسل، ولكن هذا يغتسل له سبب، عنده سبب. واش بحال بعضياتهم؟ ماشي بحال بعضياتهم. اذا النيه تفرق حتى يعني العبادات والعادات، ما هو عادة وما هو عبادة. هذا يصوم لأنه يعلم بأن الذي فرض الصيام هو الله، هذا كيصوم لأنه قال الأب ديالي جبرتهم كيصوم. إذن عنده عادة وليست عبادة. واش بحال بعضياتهم؟ ماشي بحال بعضياتهم. إذن النية لا بد من استحضارها. فحينما تستحضر أنت النية وتتوجه إلى الله وتمتثل أوامر الله، راك تحقق النوع الأول من الصبر، وهو الصبر على الطاعة. كتصبر على الطاعة لأن ماشي سهل يعني انت باش يعني تتسحر وتبقى النهار كامل هذه المده كامله 19 ساعه تقريبا وانت صايم لله عز وجل. شكون اللي راه ممكن الانسان يدخل دابا لدارو وياكل ويعرق يماها مزيان وتيشبع ويمسح ويخرج ويجي يوقف حداك في الصف
وتشوفوا انت الشلاقم ديالو بويض جبك الله صايم هو واكل فين غادي تعرفوا ممكن نعرفوه لا يعلم من الا الله صايم. ولهذا حتى الاجر والثواب اللي كيعطيه لنا الله على الصيام ما كيعرفوا الا الله عز وجل. يقدر كل انسان مريض يجوز له ان يفطر ما يقدرش يصوم الاطباء منعوا عليه الصيام ولكن هو ادبا ادبا كياكل مسكين في الدار ديالو ومخبى حتى الناس صحابو ما عارفينش راه كيفطر ما عارفينش لا يعلمه الا الله عز وجل لا يعلمه الا الله عز وجل. اذا صبرون على الطاعه هو هذا ثم صبرون عن المعصيه. انت لما كتصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس ما كتهضر في الناس ما كتسمع المحرمات ما كت يعني تلعب المحرمات ولا شيء. اذا صبرتي عن المعصيه ولا ما صبرتيش يعني ابتعدتي عليه هذا صبر ولا ماشي صبر؟ هذا صبر عن المعصيه. أرى شوفوا النوع الثالث هو صبر على قضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن الصيام سيكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذه الطريقة. ما هي؟ ألا يأكل وألا يشرب وألا يجامع خلال هذه الفترة. وراه ماشي سهلة هذه نبقى أنا بالجوع النهار كامل وأنا صابر. صعيب هادشي هذا صعيب. إذا شحال حققنا ديال أنواع ديال الصبر؟ ثلاثة: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قضاء الله وقدره. هل مؤمن كيربح هادشي هذا كامل وكيعطيه الله الأجر مضاعف؟ ولهذا اش قال؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا فالصيام أيها الإخوة الأفاضل هو مدرسة. راه الصيام شهر ديال رمضان هو بحال واحد المدرسة كتفتح من إلى عند واحد المدة كتفتح نهار الأول في الشهر وتسالي نهار الاخر ديال الشهر عندها عرض سنوي. شوف الشركات المنافسه اش كيديروا بعض المره كيفتحوا مثلا المغازات الكبار كيقول لك سيدي عندنا هاد السيمانه فيها تخفيض وكتلقى الناس يعني بكثره. علاش؟ هذه راه الدنيا. ولكن حنا الامور الاخيره اش كنتعاملوا معاها بشويه ديال ومن لهنا تما يفتح الله. من لهنا تما يفتح الله. هاك تفتح شي حاجه ديال الدنيا كما كيقولوا بالدارجه كتفهموا الدارجه ديالي ياك؟ واش كتفهموني مزيان ولا لا؟ اللي عاشوا في الباديه راه كيعرفوا. دابا الاخوان كاملين عاشوا في الباديه تبارك الله كامل كل واحد من لين كيقول لك يعني كتطلقوا واخا تطلق من مورا السلوكي ما تشدوجي. كذلك في الامور ديال الدنيا ها عطيه الخبر قول له دير واحد المكازا راه دير واحد العرض ما تجي انت تمشي لهذيك المكازا تجبر وص منها مشى سبقك. ولكن في الامور الاخيره ودير انت دير وانا ديك الساعه انا غادي نجي موراك ان شاء الله ماشي مشكل. يعني ما كناخذوش بهذا الميزان ما كنقولوش التسابق خصنا يكون في الاخره ماشي في الدنيا. اش كيقول الله سبحانه؟ سارعوا الى مغفره من ربكم سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه كلها مشجعات كتشجعنا باش نتسابقوا على العمل ديال الاخره لان احنا ما غاديش نبقاو في هذه الدنيا. هذه راه شحال غادي نعيشوا؟ شحال؟ 60 عام 70 عام 100 عام مليون عام شحال غادي تعيش؟ هو سيدنا نوح يحكى كما جاء في الآثار أنه لما توفي قيل له كيف وجدت الدنيا؟ قال كمن دخل من باب وخرج من باب. شوف فلبث في الدعوة فقط فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه ديال الدعوة إلى الله ماشي السنين دياله. 1000 سنة إلا 500 سنة. حنا نديرو سيدي عاشها 1000 سنة كاين شي واحد فينا غادي يلحق 1000 سنة؟ ومشى عند الله ولا ما مشاش؟ مشى عند الله. شنو ودى معاه؟ لا هو ولا الانبياء ولا الرسل عليهم الصلاه والسلام ولا الصالحين. شنو خدوا معاهم؟ خدوا معاهم العمل الصالح. ولكن الدنيا نظروا اليها على انها قنطره. راه الدنيا بحال قنطره ها كندوزوا عليها. دابا انا الا بغيت نمشي مثلا للروتيردام دابا خصني ندوز على هذيك القنطره ياك. هذه هي القنطرة. كذلك الدنيا هي القنطرة بينك وبين الآخرة. انت خرجتي الوجود موجود في الدنيا راه الدنيا هي القنطرة ديالك. ستعبر من خلالها إلى دار الآخرة ثم تبدأ عملية الحساب. احنا الآن عندنا عمل بلا حساب أما في الآخرة حساب بلا عمل. طلبوا من الله سبحانه وتعالى يحسن الأعمال ديالنا وغادي نلقاو الله عز وجل. ماش غادي نلقاوه؟ غادي نلقاوه بالصيام ديالنا، غادي نلقاوه بالقيام ديالنا،
غادي نلقاوه بالركوع ديالنا، غادي نلقاوه بالسجود ديالنا، غادي نلقاوه بالصدقات ديالنا، غادي نلقاوه بالإخلاص ديالنا، غادي نلقاوه بصلة الرحيم ديالنا، غادي نلقاوه ببر الوالدين ديالنا، غادي نلقاو الله بالأعمال الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل العكس، ومن يعمل مثقال ذرة من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله عز وجل يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. أي عمل عملتي غادي تلقاه عند الله عز وجل من السر، عملتي الخير أو عملتي الشر، لكن المؤمن دائما كيغلب الخير ديالو على الشر ديالو. وحنا في مدرسة الصيام نحاولوا كيفاش نزكيو النفوس ديالنا ونطهروا القلوب ديالنا ونستثمروا هذا الشهر ديال رمضان ونفوزوا في الشهر ديال رمضان. ما نضروش الليل يعني بالنظره ديال الجوع والعطش وغير ذلك، لا لا لا، شنو خصني نخرج بهذا رمضان؟ ولهذا كيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. كيقول النبي عليه الصلاه والسلام عن الحديث هذا الانسان خاسر دخل عليه شهر ديال رمضان ولكن ما استفد منه والو، ثم خرج رمضان داز نهار الاول ونهار الثاني والو والثالث والو، 10 ايام الاولى والو، 20 يوم الاولى حتى الله يهديه الله، 25 يوم، 26 يوم، 30 يوم، يوم العيد ولا شيء. بالله عليكم هل استفاد من شهر رمضان؟ كيقول النبي عليه الصلاه والسلام هذا خاسر. شوف انت شهر واحد يضاعف الله لك به الاجر والثواب. وشوف الانسان صام 60 سنه وكل اللي صام 70 سنة وكل اللي صام 20 سنة وكل اللي صام 40 سنة، وكل سنة كتصوم هذاك الشهر ديال رمضان يضاعف الله وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، 84 سنة العبادة ربما ما يعيشش الإنسان. كل سنة عندك العبادة ديال 84 زايدة على الأجر اللي أعطاك الله عز وجل. 84 شحال إلى صمت 60 سنة؟ هي الرحمة الله موجودة، احنا خصنا نضروا الليله وصافي، ما نكونوش من هذوك الناس كيجيو بعض وبداو يعني يعقدوا على الناس، الدين ديالنا صعيب والدين ديالنا تشدد والدين ديالنا، لا لا، الدين ديالنا ساهل وبسيط. خصنا نضروا الليله بالنظره ديال التفاؤل، بالنظره ديال الامل، النظره ديال الرحمه، النظره ديال المغفره. ما نغلقوش الابواب على الناس، خصنا نفتحوا الابواب امام الناس، لاننا احنا المسلمين كاملين كنوبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفاش كان النبي عليه الصلاه والسلام؟ عمركم لقيتوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يشدد على الناس؟ قرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، ما غاديش لقوا رسول الله كان هكا. رسول الله كان رجلا ذا أخلاق عالية، الله طبع له بواحد الطابع رباني، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. هذه أكبر شهادة ولا مش أكبر شهادة؟ هو الإنسان دابا كيقرا فشي مدرسة ولا فشي جامعة وكيعطيوها شي شهادة، اللي يهضر معاه عاف راسك مع من كتهضر السيره، انا عندي الشهاده الفلانيه هاي، يعتز بها ولا لا؟ يفتخر بها. ولكن هذا من عنده الشهاده، من عند سيد ربي سبحانه وتعالى يفتخر بها. والله اش كيقول؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم، من عندكم حتى هو بشر، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يشق عليكم يعني يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم، يريد بكم الرحمه، حريص عليكم يريد لكم النفع، يريد لكم الخير. هكا حنا خصنا نكونوا كنبغيو الخير للمسلمين حتى لغير المسلمين. حنا الناس دابا الغرب، وانتم كتعيشوا يعني في بلاد الغرب، انتم سفراء، انتم نواب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، خصكم تنوبوا عليه باش باخلاقكم. شحال من واحد دابا هنا يعني الا جلس كل واحد يعني يحكي لي حكايات غادي تلقى عنده مواقف يعني ايجابيه مع غير المسلمين وسلموا بسببها. شحال من واحد بأخلاق المسلمين، يعني كينظر لي لك كيشوف الأخلاق ديالك، ما فيك كذوب، ما فيك غش، ما فيك حراميات، ما فيك والو، فينظر إليك يقول هذا هو الإسلام. إذن علاش ما نكونش أنا بحال هذا؟ إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شي هنا بلغت الدعوة ديال سيدنا رسول الله بالتي هي أحسن، ماشي بالعنف، ماشي بتكفير الناس، ماشي بتبديع الناس، نفسقوا الناس ونكفروا الناس ونشدوا، لا 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 لا، بالرفق. الرفق إذا كان في الشيء زانه، وإذا فقد من الشيء شانه. يعني الرفق إذا مشى يعني شان الأمر، خسر الأمر، قباح الأمر،
المسلم ينبغي أن يكون ذا أخلاق، أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدرسة الصيام هي مدرسة للتربية، مدرسة لتزكية النفس. اللي بغى يزكي النفس ديالو شهر رمضان فرصة، تعلم شهر ديال رمضان. ويعني سأذكر كلاما وأختم به وهو يتعلق بالقلب. يقول يعني ابن القيم رحمه الله: إن في النفس ثلاثة دواعي، إن في النفس ثلاثة دواعي. شحال ديال الدواعي؟ ثلاثة. انتبهوا معايا وهذا الكلام حاولوا تحفظوه، يعني مهم. يقول: أولا داع يدعوها، شكون هي؟ النفس، يدعوها إلى أخلاق الشيطان. موجود في النفس ديالنا كاين واحد الداعي، واحد المنادي داخلي ما كتشعرش به، حتى كتلقى راسك وقعتي في، يدعوك إلى أخلاق ماذا؟ شنو هي الأخلاق ديال الشيطان؟ الحسد، الكبر، النميمة، الغيبة، الكذب، البهتان، الزور، إلى هذه الأخلاق ديال الشياطين. ماشي الشياطين. وداع ثاني يدعوها إلى أخلاق البهائم، شرف الله مكانكم، إلى أخلاق البهائم، يعني الشهوة فقط. ينظر الوجود ديالو في الدنيا هي الشهوة، يقضي الشهوة ديالو، هذاك هو الغرض ديالو من طعام وشراب وجماع. هاد الطبيعة هذه في الموروثة، في الحيوانات، ونمشي بالحيوانات، الحيوان ما عنده حتى شي هدف، كي ياكل هو بالدارجة كما قلت عند الناس البادية يعرفوا شنو هو الحلوف. سولوه علاش كتاكل؟ قال لهم باش نصحح. واخا سيدي انت صححتي. قال لهم باش نحفر. وعلاش باش تحفر؟ باش ناكل. وعلاش كتاكل؟ باش نصحح. واش كتصحح؟ هكا بقالوا، هذه الحياة ديالو، كي ياكل باش يصحح، ولما يصحح غادي يحفر. وعلاش غادي يحفر؟ على الماكلة. ها ولا ضرعوا من الاول، واخا هو كيمشي نيشان. كذلك الإنسان فيه داع يدعوه إلى الشهوة، وداع ثالث يدعوها إلى أخلاق الملك. شنو هي أخلاق الملك؟ الصدق، الحلم، الرفق، الأمانة، هذه كلها أخلاق الملائكة. ثم يقول أحد السلف الصالح، يقول: إن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عقولا بلا شهوة. الله خلق جنس الملائكة عندهم العقل ولكن ما عندهمش الشهوة. الملائكة ما كياكلوش، ما كيشربوش، ما عندهمش النساء، نقول يعني يتزوجون ويلدون، لا، عندهم العقول ولكن ما عندهمش الشهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عقول، العكس ديال الملائكة، عندهم الشهوة ولكن ما عندهمش العقول. وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة. الملائكة شنو قلنا سيدي خلقهم الله؟ وقولوا لي باش نسمعوا، باش نعرفكم راه نتوما معايا مشاركين. احسنت، بارك الله فيك. عقل بلا، وخلق البهائم زيد سيدي عقلا بلا شهوة، ياك او لا استاذ؟ ها، اذا شهوة بلا عقل، او انا غلطت، اذا شهوة بلا عقل. ولكن البشر خلقهم الله بجوج، عندهم العقل وعندهم الشهوة. ثم يقول رحمه الله: فمن، هبيت القصيد، النقطة الصعيبة والمهمة، فمن غلب عقله شهوته كان مع الملائكة، اللهم اجعلنا معه، ومن غلبت شهوته عقله كان مع البهائم. شي الميزان فينا هو اللي غلب العقل دياله وتبع الكتاب الله والسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتخلق بالأخلاق ديال المسلمين، مع من غادي يكون سيدي؟ مع الملائكة في الجنة إن شاء الله، اللهم ارزقنا الجنة. ولكن اللي غلب الشهوة دياله مع من غادي يكون؟ شغلو هذاك. انتم اللي قلتوا، أنا ما قلت شيء. واضح الشيء اللي قلنا ياك. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينوا في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا يا ربي من الراشدين، اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا، ولنا فيها صلاح إلا يسرتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، اللهم اجعله يا الله سالما من الشر معصوما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. أجزكم بخير، سمحوا لنا على الله يجزكم بخير. بسم الله.